خلافة. ثم يجون يتهمون باتهامات، أنه يقولون أن الشيعة يعتقدون أن الإمام المهدي إمامهم الثاني عشر غاب في السرداب. وهذه أكو فد شيء عند بعض العوام، سرداب الغيبة خطأ. هذا ماكو عنده سرداب الغيبة. جيب لي أنت أي واحد من علمائنا، جيب لي نص، رواية، خبر على أن الإمام غاب في السرداب.